هلو هلو حبايبي، نتمنى تكونوا بألف خير وعيدكم مبارك سعيد. تقبل الله منا صالح الأعمال منا ومنكم. واحدة أنانية قالت بس منا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. والناس اللي صايمين الله يتقبل صيامكم، اللي فطروا صحة فطوركم. اليوم فيديو اليوم شفتم أكيد بالعنوان إنه فيديو مسابقة. صراحة لفترة طويلة قبل ما نحكي فيديو المسابقة أكيد لاحظتم إنه غيرت لون شعري، يعني أنا داخلة بالموضوع دغري. كيف لوك؟ ولا حدا شايف اللوك، يعني الكل إن كان عيلتي أصحابي أنتو كلكم والسناشاتي حتشوفوا بهذا الفيديو، يعني مخليته سوربرايز سوربرايز كاملة. أنا واحدة مجنونة يعني جا عبالي غير اللوك اليوم، قالت يلا الدنيا صيام فغيرت، ما في أمونياك ولا شيء. اللي حابب يعرف شنو هي الصبغة ممكن أكتبها بأول تعليق تحت أو لا بالديسكريبشن بوكس، خلي لكم شو هي. كانت صراحة مترددة بين يا أشقر فاتح كتير يا بروح، يعني أنا يا يمين يا شمال، عندي ما عنديش خط وسط. فهذا اللون اللي ربح معنا، شو رأيكم فيه؟ صراحة حاليا أنا حاببته، منشوف بعدين. قولوا لي رأيكم، ما تترددوا على فكرة، أنا ما عنديش مشكلة بس أنا فرحانة فيه، يعني حاولوا عليا. خلونا بفيديو اليوم اللي هو مسابقة العيد. إلي فترة صراحة من أول ما وصلنا لخمسين ألف وأنا بفكر كيف فيني أشكركم جد، لأنه قد ما أشكركم ما حأوفيكم. يعني قناتي بعد قناة جديدة، يعني صرنا يمكن 6 شهور وصرنا قريبين جدا من 100,000 مشترك، فتصوروا معي هالشي. ومتفاعلكم معي وفيديوهاتي يعني بتنشاف، عندي فيديو يعني وصل لأكثر من 800,000 مشاهدة. لا انه ضروري كان لازم اعمل لكم هذا الفيديو، فيديو شكر، فيديو دعمكم، فيديو شكر لتعليقاتكم اللي بتخلوا لي اياها، لدعواتكم الحلوه، لكلامكم الحلو. جد يعني كثير بتقولوا لي من وين بتجيب هذه الطاقه الايجابيه، ما منكم بجيبها لهالطاقه الايجابيه، هذه الابتسامه منكم بجيبها، من كلامكم الحلو الحمد لله، من اللايكات، حتى الشير على الفيديوهات. بتوصلني اوقات نوتيفيكيشن انه انتوا عاملين لي تاج على صوره نزلتوها بتقولوا، يعني عاملين لي من هلا بعد ما بلشين حمله لتوصيلي ل 100,000، يعني وهالفتره صار لها زمان عملتوها في 50,000، حاليا عاملينها بال 100,000 من غير ما اطلب منكم. فجد جد جد شكرا. بتحطوا عند ناس بتعرفون عندهم مشتركين كثير حاطين يعني قناتي بتقولوا اشتركوا بهذه القناه، ف كيف يعني قد ما اشكركم. حتى هالمسابقة ما حأوفيكم حقكم، فجد جد شكرا شكرا لكم من القلب. وان شاء الله يا رب كل واحد يحقق امانيه. ودائما الشيء اللي بقول لكم اياه، اذا بدكم تدعوا معي قولوا لي الله يعطيك على قد نيتك، يعني بس هيك. فجد الله يعطيكم كاملين على قد نيتكم يا ربي، والله يحقق لكم امانيكم جميعا يا رب. واليوم نهار كبير، يوم اللي هو يوم وقوف بعرفة، وإن شاء الله جميع الدعوات مستجابة يا رب. خلونا نقولكم شنو الفيديوهات، شنو الأشياء اللي حتربحوها بهذا الفيديو. هني 3 أشياء إلهم علاقة بالرياضة وبخسران الوزن وجمال الجسم. ولا أول شيء اللي هو جد رائع وأكيد حخلي لكم فيديو هون، اللي هي ميني ستيبر. هذه آلة جد صغيرة بتعملوا فيها كأنكم بتطلع الدرج، على فكرة بتحرق دهون بسرعة لأنه بتعملوا فيها كارديو. أنا هذه الآلة بحطها وين ما كان، يعني بحطها بكون مثلا بطبخ بالمطبخ وأنا ما عندي وقت بعمل فيها الميني ستيبر، أغلب الأوقات بعملها بالويك إند. الناس اللي متابعيني من أول على سناب شات كنت صور لكم إياها، أو أوقات تكونوا بتحضروا التلفاز وبدكم تتحركوا بنفس الوقت، فهي كأنكم تطلعوا على الدرج. جد عملية وجد مفيدة صراحة، وحتشوفوا عليها يعني تطورات وهيك. زائد انه اللي حيربح هيدي حأعطيه برنامج خاص كيف يعمل فيها حركات، يعني من غير الحركات طلوع ونزول، يعني ممكن تعملوا فيها سكوات، ممكن تعملوا فيها كتير اشياء. فزائد هذا حيكون في برنامج رياضي خاص بهذه الآلة. تاني شيء اللي حنربحه، عملت لكم فيديو قبل يمكن من شي أسبوعين أو 3 عن السيلولايت، ما خص إذا أنت ضعيفة أو أنت ضعيف، هو بالأخص السيلولايت بيكون عند النساء، عند البنات أكثر شيء، أو لو وزنك زايد هو السيلولايت بيكون
يا عند الضيف يا عند الوزن زايد. اعطيتكم نصايح بهذاك الفيديو اللي حخلي لكم اياه بنقطه هون وبالديسكريبشن بوكس. دائما حاولوا تفتحوا صندوق الوصف لانه بخلي لكم فيه معلومات كثيره. بس تحت العنوان الفيديو في سهم تضغطوا عليه بينفتح معكم صندوق الوصف. فانا حخلي لكم في هيدي الشعره هرتني دغدغتني خلاص. حخلي لكم اسماء المنتجات والفيديوهات اللي حكيت فيها عن الموضوع. هي السيلي بلو هيدي الفونتوز اللي صراحة كان بدي كمان حط معاها الزيت اللي حكيت عليه بالفيديو، بس لما عملت الكومنت تاعولي لانه انا قبل ما اعمل هذا الفيديو اول شيء طلبت هالاشي اللي حتربحوها اولا لحتى اضمن انه يكونوا، وبعدين عملت هذا الفيديو فما ضل هداك الزيت مع الاسف. وصراحة الزيوت الثانية بعد مش مجربتها، فأنا بحكي عن الأشياء اللي مجربتها. وأي زيت على فكرة فيه نسبة كافيين، زيوت اللي مكتوب عليها زيوت للتنحيف فيكم تستعملوها مع هاد. وثالث شيء اللي حتربحوه، ثالث شيء ممكن يكون رابع لأنه في برنامج مع الأول، اللي هو زيت بيو أويل اللي متعرفت لكم الصورة هون لمحاربة الخطوط البيضاء. نعرف فترة نقص الوزن، يعني الناس اللي تزاد وزنها كثير او الحوامل بيصير عندهم خطوط بيضاء تشققات جلديه، ان كان بالارداف ان كان بالمنطقه الكرش البطن او لا بالصدر. فهذا الزيت بيساعد، زائد انه عملت فيديو خاص كيف نتخلص من هذه الخطوط البيضاء، كان فيها هذا الزيت وكان فيها نصائح ثانيه. يعني الزيت لوحده مش شيء سحري، في طريقه معينه كيف تعملوا الزيت وكذا اشياء. كذلك هذاك الفيديو حخليه بصندوق الوصف وبخلي كل شيء باخر الفيديو، بتلاقوا الفيديوهات كذلك، يعني انطروا لاخر الفيديو. مفاجاه الثانيه بهذا الفيديو انه ما حيكون معنا بس رابح، حيكونوا رابحين لنفس الاشياء. حيكون في رابح على اليوتيوب ورابح على الانستغرام. شنو شروط هذه المسابقه؟ اولا انكم تكونوا مشتركين بقناتي، وهذا شيء طبيعي، انا بدي ربح مشتركيني مش اي حدا، لازم مشتركيني. فهذا شكر لمشتركيني، لايك لهذا الفيديو، شير للفيديو كذلك، والتعليقات بدكم تعلقوا لانه انا حاختار من التعليقات. قد ما فيكم علقوا تحت الفيديو على فكره، مش حقول لا انت علق بس مره ومرتين، قد ما فيكم ضعفوا حدودكم ضعف، فقد ما فيكم علقوا تحت الفيديو. الرابح حيكون اليوم، نحن يوم الخميس اللي هو يوم الوقوف بعرفه، حتى اذا الناس شافوا فيديو بعدين، مش الاحد اللي جاي اللي هو حيكون يعني بكره 1/9/2/9، مش 3/9، الاحد اللي بعده لما ننزل فيديو رياضه حيكون فيه، وانتم عارفين انه كل يوم احد ما عدا اذا صار في شيء بنزل فيديو رياضه، فيديو شامل، وانتظروا مفاجاه بهذا الموضوع كمان. فحقول فيه اسم المشترك. بالنسبه للشروط للانستغرام لتضعفوا حدودكم، فيكم انتم نفسكم تشاركوا باليوتيوب تشاركوا بالانستغرام على فكره. ححط لكم صوره بعد ما ينزل هذا الفيديو على الانستغرام بالمنتوجات اللي فيكم تربحوها. حيكون في رابح بالانستغرام ورابح باليوتيوب مثل ما قلنا. بدكم كذلك لايك للصوره، تكونوا متابعيني على الانستغرام، واذا مش متابعيني على الانستغرام شو بعدكم مستنين؟ انستغرامي حكتب لكم اياه هون، هو فاتي في شانيل، يعني اسم قناتي سناب شات الفيسبوك الانستغرام كله نفس الاسم. حخلي لكم اياه هون، ودائما نخلي لكم كل الروابط بصندوق الوصف حتى تروحوا دغري واسهل ما يكون. فالشروط حتكون على الانستغرام. بالنسبه للانستغرام شروط اكيد سهله ومبسطه، ما تترددوا انه تضاعفوا حدودكم بالفوز. وقلت لكم الشروط وحارجع اكتبها بصندوق الوصف للفوز بهذه المسابقه، وان شاء الله تفوزوا فيها يا رب. يعني انا عملتها اصلا لتفوزوا فيها، وحيكون معنا رابحين مثل ما قلت لكم. فبالنهايه حقول لكم عيدكم مبارك سعيد. كلوا ولكن كلوا تكيسوا، انتبهوا شو بتاكلوا، ابتعدوا عن الشحوم قد ما فيكم لصحتكم اول شيء. يعني بعرف ان احنا مثلا بالمغرب بنعمل بولفاف بالشحمه، يعني الشحمه اللي فبليز بليز بليز انتبهوا لصحتكم، ابتعدوا عن الشحمه بليز لانه مش كويس لصحتكم. وبس هذا كان فيديو اليوم، اتمنى اني ما نسيت ولا شيء، وكنبغيكم بزاف 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 بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. باي باي. وهون تركت لكم الفيديوهات اللي وعدتكم بالفيديو، فيديو عن السيلولايت وفيديو عن الخطوط البيضاء،
وكذلك للاشتراك بقناتي يكفي فقط الضغط على صورتي، ولا تنسوا شروط المسابقة. بحبكم كتير.